السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you all. Welcome back to our GIS lessons. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الكوجو أو الـ Coordinate Geometry. I'm going to show you how to make a layer for Coordinate Geometry in ArcMap. إحنا عندنا رافع مساحي أو Survey Sketch زي ما إحنا شايفين كده، عايزين نوقعه في الـ ArcMap. الخطوة الأولى لازم اخد السكتش بتاعي واشتغل بقى هندسة حساب مثلثات، احسب الاطوال بتاعتي بدقة والانجلز والزوايا والوتر بتاع الارش بتاع القوس والدائرة السيركل والريدياس بتاعها نص القطر، لازم ده كله يكون محسوب عندي جاهز علشان وانا بوقع بعد كده ما اخدش وقت وعلى طول، بس ما علي الا اني ادخل الارقام والابعاد. زي ما احنا شايفين دي مجموعة من اللاينز، فهي اذا دي خطوط، فانا هعمل شيف فايل من نوع لاينز. البداية بتاعت المرة دي هتكون من داخل ار كاتالوج، بفتح ار كاتالوج اوبن، هقوم بانشاء طبقة من نوع خطوط لاين شيف فايل داخل بيرسونال جيو داتابيز، اقول له نيو فيتشر كلاس سميها لاينز 1، التايب بتاعها لاين فيتشر، نيكست، اتاكد ان الاسقاط بتاع البروجكشن ديفايند معرف، نيكست نيكست. لاحظ ان الاتريبيوت تيبل بس في تو فيلدز للاوبجكت اي دي والشيب، بقول له فينش، بخش على المين تول بار من كاستمايز، اقول له تول بارز كاستمايز، من التاب بتاع الكوماندز اكتب له هنا في المربع بتاع الشو كوماندز كونتيننج كوجو، بيجيب لي الكوماندز اللي اسمه كرييت كوجو فيلدز، باخده كده بعمل له دراج اند دروب anywhere in the main toolbar، اي مكان في التول بار الرئيسي، واقول له كلوز، اقف على الطبقه بتاعتي اللي اسمها لاينز 1 اللي انا لسه عاملها، واعمل كليك على كرييت كوجو فيلدز، بيقول لي الكوجو فيلدز سكسسفولي ادد، اقول له اوكي. دلوقتي لما افتح الاتريبيوت تيبل بتاع الطبقه اللي كان فيها تو فيلدز هجد ان هو عمل اضافه لمجموعه كبيره من الحقول للدايركشن والديستنس والدلتا والراديوس والتنجنت والارك لينث والسايد، سايد نعني بيه اذا كان ليفت اور رايت، بقول له اوكي. بروح افتح الارك ماب، بيتاخر شويه الارك ماب في الفتح، يعني ممكن اغني لكم انا لما يكون في فواصل زي كده عشان بس ما تقولوش ان انا حارمكم من حاجه. يعني لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مرة تقول، لما انت ناوي لسه ما فتحش برضو الارك ماب، وفي ارك ماب هروح اضيف الطبقة بتاعتي اللاينز اهي، في عندي نقطة جاهزة باسم ستارت بوينت، هذه النقطة هي اللي انا هبدأ منها الرسم بتاع السكتش المساحي بتاعي. لازم اتأكد ان الديسبلاي يونتس بتاعتي ان ميترز. الخطوة التالية ان انا هبدأ ستارت اديتنج، ومن مور اديتنج تولز هنشط الكوجو تول بار، ومن الاديتور دروب داون منيو اخد السنابنج، اعمل تشيك على البوينت سنابنج والفيرتكس والاند، كل الاربع انواع دول اعمل عليهم تشيك علشان الكورسر على طول يلتقط اقرب نقطة واقرب خط اثناء الرسم، وبعد كده اقفل السنابنج تول بار. الخطوة التالية هبدا ارسم ترافيرس نمبر 1، هنعتبر ده ترافيرس نمبر 1، وادي الستارت بوينت اللي هبدا منها، هبدا ادخل الاطوال اللينثز والدايركشن الاتجاهات، مع ملاحظة اني لما ادخل الدايركشن بيتم قياسه في اتجاه عكس عقارب الساعة زي المنقلة اللي كنا بنقيس بيها زمان، في اتجاه الكاونتر كلوكوايز عكس عقارب الساعة،
هنبدأ نرسم أول خط بطول 25 متر والدايركشن 6.6 ديجري، وبعد كده خط تاني بطول 60 متر 20 و20 و20 60 متر دايركشن 45، بعد كده لاين 45 meters length. وزي ما اتفقنا في البداية انا حاسب كل الاطوال وكل الاتجاهات قبل ما ابدأ. هنبدأ بالخطوة الاولى من الكوجو تول بار، اعمل كليك على الترافيرس. هنا بيسألني على الستارت بوينت، باخد السهم ده واعمل كليك على الستارت بوينت، بيعمل لها سناب، وبعمل تشيك على الكلوز لوب. بلاحظ هنا ان هو قفل الاند بوينت، خلاص اعتبر ان نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية، لان انا هبدأ من النقطة وارجع لها تاني. هنا في دروب داون منيو، بجد ان هي اصبحت اكتيفيتد، فيها مجموعة من الخيارات. انا في البداية هرسم الخط بدلالة الدايركشن والديستنس، الاتجاه والمسافة. اول خط معايا طوله 25 متر 25 meters والدايركشن 6.6 ديجري، واقول له اد، بيرسم لي الخط. اعمل زوم ان عشان اشوف السكتش بوضوح. الخط التاني بتاعي ديستنس 60 دايركشن 45، واعمل كليك لاد. الخط التالي ديستنس 45 دايركشن 135 اد. زوم اوت. اوكي، نيكست لاين ديستنس 80 دايركشن 225 اد. ديستانس 30 دايركشن 315. كده بيكون الفيرست ترافيرس هاز بين كومبليتد، انتهيت من الترافيرس الاولاني. ودي مجموعة الخطوط اللي تم رسمها. هنا بلاحظ ان النقطة بتاعت النهاية الاند بوينت ما جاتش بالظبط على الستارت بوينت، ففي خطأ قفل صغير في كلوزنج ايرور، فعشان اظبطه هنا اعمل كليك على ادجاست. بيتم توزيع خطأ القفل على جميع الخطوط، بتكون قيم قليلة جدا. طبعا الوحدات كلها ان ميترز، بيتم توزيع خطأ القفل. بقول له اكسبت، بيخلص لي الترافيرس، وبعمل كلوز للترافيرس. باخد البان، انا عندي نقطة البداية الستارت بوينت بتاعت الترافيرس نمبر 2 على بعد 20 meters من حافة الترافيرس نمبر 1 وباتجاه 135 درجة، عشان كده هضطر ان انا ارسم خط مساعد عشان يوصلني للنقطة دي بطول 20 متر وباتجاه 135. عشان ارسم خط هنفتح النافذة بتاعت الكونستراكت تو بوينتس لاين. هفتح الكونستراكت تو بوينتس لاين، اخد السهم الارو ده واحدد حافة الترافيرس الاولاني نمبر 1، بيحدد الاحداثيات بتاعتها. من هذه النقطة مفروض في خط بطول 20 وباتجاه 135، فبدخل الدايركشن 135 والديستنس 20، واقول له انتر، بيرسم لي الخط. اصبحت الستارت بوينت بتاع الترافيرس نمبر 2 معروفة اهي. هقفل بقى وافتح النافذة بتاعت الترافيرس واحدد نقطة البداية. بيحدد احداثياتها وكلوز لوب. هشتغل برضو دايركشن اند ديستنس، وهبدا اوقع الخطوط بتاعتي. انا عندي ديستنس 80 دايركشن 45
اد فورتي فايف وان هاندرد ثيرتي فايف سيكستي تو هاندرد توينتي فايف اد توينتي فايف تو هاندرد سيكستي وان اد. دلوقتي هنا المفروض ارسم الارش. عشان ارسم الارش اخد من الدروب داون منيو كيرف. هنا بيسألني على طول الوتر الكورد لينث، مدخل طول الوتر 42 والانجل 90 هنا راديوس بخليها انجل، ودي مقصود بيها الزاوية المركزية السنترال انجل 90، الكور دايركشن 270 في اتجاه الليفت، بقول له اد. كده بيتبقى معايا الخط الأخير، فبرجع تاني لدايركشن ديستانس، الخط ده طوله 29 in length والدايركشن 45 degree، وأقول له آد. كده بيتم الانتهاء من الترافيرس نمبر 2. هنا لو عملت رايت كليك على أي حتة في الجزء الرمادي بتاع الترافيرس بجد عندي إمكانية نعمل ريموف للأول ريكوردز. هنا لو عملت هايلايت على اي انبوت وعملت ديليت بيمسحه، واد بيزوده تاني. بعد ما اطمنت على الترافيرس بتاعي بعمل ادجاست، بيبدا يوزع خطا القفل على جميع الخطوط، اقول له اكسبت، بيتم رسم الخط، اقفل النافذه واعمل حفظ سيف للاديتس. هنا عايز ارسم خط from this point to this point، الديستانس 30 والدايركشن 135. رسم الخطوط بيكون من التو بوينتس لاين. لازم في البداية اخد السهم عشان احدد نقطة البداية بتاعتي بتاعت الخط اللي هرسم منها الخط، منساش اعمل الخطوة دي. وبعد كده الديستنس 30 والدايركشن 135، وبقول له انتر، بيتم رسم الخط بتاعي. اعمل كلوز للويندو بتاعت التو بوينت لاين. دلوقتي عايز ابدا ارسم الخطوط المتوازيه البارل لاينز. البارل لاينز بيلزمها في الاول احدد اول خط اللي انا هعمل ليه الموازيات، وبعد كده افتح الويندو بتاع الاوفسيت لاين، بيكون عندي اول خط خلاص محدد. عشان ارسم الخط الثاني لازم احدد له احداثياته بالطريقه دي. لو افترضت ان ده الخط الاولاني اللي معايا اللي هو الهايلايتد لاين، وعايز اعمل خط تاني بطول 45 متر وعلى بعد 20 متر، البعد ده 20 meters واللينث بتاع الخط 45 meters، فلازم احدد الكوردينيت بتاعت النقطة دي والنقطة دي. الكوردينيت بتاعت النقطة دي بقول له اعمل offset قدره 20 متر وما تتحركش، يعني الديستانس صفر. والنقطة دي معناها اعمل لي offset على بعد 20 متر بس اتحرك 45 متر، يبقى دي الاحداث بتاعها 20 and 0 ودي الكوردينيت بتاعها 20 offset 45 distance. بقى هنبدا ندخله. النقطه الاولى الاوفسيت 20 والديستانس 0 وفي اتجاه الرايت على يمين الخط. ازاي اعرف يمين ولا شمال؟ ليفت اور رايت اكوردنج تو ذا دايركشن اوف ماي لاين. شوف السهم ماشي ازاي، يبقى هنا ده الرايت وهنا الليفت، فانا عايز ارسم الخط هنا فهيكون في الجانب الرايت، بقول له اد، بيعمل لي النقطه الاولى. النقطه الثانيه 20 offset 45 distance 20 45 in the right side اد، بعمل كليك على فينيش. لازم اعمل كليك على فينيش، بيرسم لي الخط الثاني وبيصبح هايلايتد محدد، فابدا منه الخط اللي وراه
الاوفست 20، ديستانس 0، رايت اد اوفست 20، ديستانس 45، رايت اد فينيش. رسم الخط ده اصبح هايلايتد، بخليه هايلايتد معايا وبعمل الخط الثاني الاوفست 20 20 ديستانس 0 رايت سايد اد اوفست 20 ديستانس 45 رايت سايد اد فينيش. بالمثل ببدا من هنا، لاحظ اتجاه السه، فبيصبح ده الرايت سايد وده الليفت سايد. فببدا ادخل الاوفست 20 20 والديستانس 0 ليفت سايد اد، بخلي الديستانس 45 ليفت سايد اد فينيش. بعد كده اوفست 20 ديستانس 0 ليفت سايد اد، بعد كده بخلي دي 45 اد فينيش. اوفست 20 ديستانس along 0 ليفت سايد اد، بعد كده بخلي دي 45 ديستانس along، اقول له اد واقول له فينيش. كده بيكون تم الانتهاء من البارل لاينز. بعمل كلوز للاوفست لاين. دلوقتي عايز اعمل السنتر لاين بتاع الرود، الرود سنتر لاين. انا عندي هنا كان في خط مساعد اسيستنت لاين، اعمل له ديليت. انا عندي عرض الطريق الرود ويدث از 20 مترز، فانا عايز نقطة مساعدة اسيستنت بوينت هير. اخد كونستراكت تو بوينت لاين من السهم ده، احدد النقطة بتاعت حافة الترافيرس نمبر 1 واقول له اعمل لي ديستانس 10 مترز دايركشن 135، اقول له انتر. اصبحت هي دي النقطة اللي هيبدأ منها السنتر لاين بتاع الطريق. بحدد النقطة بتاعت السنتر لاين واشوف ابعاد السنتر لاين عندي. السنتر لاين ديستانس از 90 مترز والدايركشن 45 ديجري 90 45 ديجري. انتر. بيتم رسم السنتر لاين. كلوز التو بوينت لاين ويندو، سيف الايديتس. الخطوة التالية ان انا عايز ارسم الدوران بتاع الطريق، الملف، وده بيكون من اداة اسمها كول دي ساك. عشان افعل الاداة كول دي ساك لازم يكون عندي السنتر لاين بتاع الطريق هايلايتد. بيسألني عن نصف القطر الكبير بتاع الدائرة، الراديوس بتاع البيج سيركل، وبيسألني على الراديوس بتاع السمول سيركل. هنا في قوس صغير نصف قطره 4 مترز، اما البيج سيركل فالنصف القطر بتاعها 13 متر. الستريت ويتس 20 متر. ببدأ اول حاجة اعمل هايلايت للسنتر لاين واخش على سكول دي ساك، بحدد له الراديوس الكبير جريتست راديوس ال 13 والسمولست راديوس ال 4 ستريت ويدث 20 مترز. اوكي، بيبدا يرسم الملف زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. الاسيستنت لاين ده مش عايزه، اعمل له ديليت. اخد الزوم ان واكبر على الشكل بتاعي. هناخد بعض التفاصيل على الكوجو ريبورت. بيديني الدايركشن اند ديستانس اوف لاين، وممكن اقيس منه الانجل بتوين تو لاين، ممكن اقيس منه الاريا اند بارامتر. لو انا خدت الاول عايز اعرف الدايركشن اند ديستانس اوف لاين، بعمل عليها كليك، بيقول لي دايركشن اند ديستانس اوف لاين، كليك اون ذا ماب تو سيت ذا ستارت بوينت اوف ذا لاين. بقول له ادي الستارت بوينت. كليك اون ذا ماب تو سيت ذا اند بوينت اوف ذا لاين، دي النقطه الاخيره من الخط، بعمل عليها كليك. بيقول لي الخط بتاعك ده طوله تقريبا 109 مترز، وبيحدد لي الدايركشن بتاعه.
طب عايز اعرف الزاوية ما بين خطين، انجل بتوين تو لاين، بيقول لي كليك اون ذا ماب تو سي ذا ستارت بوينت اوف ذا فيرست لاين. انا عايز اعرف الزاوية، وليكن ذيس انجل، لازم احدد له 3 نقاط. I have to define 3 points. بيسألني على الستارت بوينت، ادي الستارت بوينت، بعد كده النقطة الوسطى المشتركة، كليك اون ذا ماب تو سيت ذا كومن بوينت بتوين ذا لاينز، ادي النقطة المشتركة بتاعت الزاوية نفسها، وبعد كده الاند بوينت بعمل عليها كليك، بيحسب لي قيمة الانجل. طيب لو انا عايز تو كالكوليت اريا اند بارامتر، باخد اريا بتوين بوينتس، بيقول لك كليك اون ذا ماب تو سيت بوينتس فور ذا بوليجون، دبل كليك تو فينيش. هاخد بوليجون معين، ادي اول نقطة، سكند بوينت، ثيرد، فورث، فيث، دبل كليك ان ذا فينيش، يجيب لك مساحة الترافيرس، الاريا اند بارامتر. تمام، اي خدمات، هقول له close.